تعادل سلبي بدون اهداف بين النادي الاهلي ومازيمبي في شوط اول. سيطر فيه النادي الاهلي على الكره معظم فترات الشوط، وتمكن من تهديد مرمى مازيمبي بكورتين، يمكن تعامل معهم حارس المرمى كره لعمرو السوليه، قدر حارس المرمى يتصدى ليها، والكره الثانيه شالها ببراعه مع ان المسافه كانت قريبه جدا من راسيه لاحمد عبد القادر، اللي ينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون اهداف، وتبقى النتيجه معلقه يا كابتن شريف حتى الان. تمام. كان عندك فرصه كبيره جدا انك انت تبقى متفوق في هذا الشوط الحقيقه، وبهجمات سليمه وعرضيات سليمه من كذا واحده، يعني عبد القادر ليه كذا واحده، الكره اللي جت لسلاح عبد القادر براسه بعد كده. ولكن كابتن ايمن، ده مش تشكيل انك بتلعب على ارضك. كنت متوقع ايه؟ يعني متوقع ان يبقى في اكتر من كده، في قفشه كويس، في حسين الشحات لو كان جاهز، يعني في لعيبه، يعني في لعيبه لو انت شايف ان امام عاشور بيسخن، لو في امكانيه ان امام يلعب، دي التشكيل اللي بتفاجئ بيه الخصم يعني بامكانياتك الهجوميه القويه اللي هي تصاحب انك بتلعب على ارضك في وسط الجماهير دي كلها. فانت كل اللي انت محتاجه مهاره من احد، من تصويبه، من حد عنده الحس في الحضور في جوه منطقه الجزاء، سرعات اكتر من كده. يعني بشوف وسام ابو علي بيطلع لغايه فوق، ها، ومحدش بيكمل من تحتيه عشان حتى ياخد الكره دي، بيتفرجوا عليه، فده لازم يبقى في حد سريع بيبقى موجود. اعتقد الماتش ده محتاج كهربا في ال 18، محتاج قفشه، محتاج امام عاشور، محتاج رضا سليم. يعني اي نعم بيحاول بيرشتاو وكل حاجه وبيعمل كل السرعات اللي عنده، لكن مفيش رؤيه ليه في الملعب، مفيش تخطيط، مفيش البلان بي اللي هو لما الكوره بتجيله بص برده بيرجع يرجعها لنص ملعبنا. احنا مفيش خطوره علينا بصراحه غير من التمريرات الخاطئه اللي بتحصل مننا. وانا شايف نص ملعبي برده مش منظم، شايف عشوائيه في التحركات، يعني اللي بلاقيه شمال بقى الاقيه مين، واللي طالع لقدام بلاقي كوكا طالع لورا، وبعدين طالع سايب لورا، وبعدين بيحس ان التمريره جت. فحتى واحنا بنهجم مش بالهارموني المثلث اللي كل كره بترد لازم تكون بتاعك انا اللي هي الكره الثانيه. فاحنا بنتمنى تدارك التشكيل برضو زي ما كل مره بنتكلم فيها، و الحس من جوه دلوقتي اللعيبه نفسها تحس ان هي لازم تبتدي تجيب جول بدري. الجول البدري ده يخليك في حته تانية خالص، ويخليك بتلعب على الهدف الثاني بدل ما انت بتلعب على انك تتخطف في كره طايشه او اي حاجه. كابتن اسامه، تعادل سلبي والنتيجه طبعا لا تخدم الفريقين، ولكن لا تخدم النادي الاهلي بصفه اكتر لانه هو بيلعب على ارضه بالجماهير. هي البدايه كانت جيده، البدايه اول 10 دقائق بس كان ينقصها هدف. كره للسوليه كانت اسهل كره في اللي رجعت له، هو شاطها في المكان اللي واقف فيه حارس المرمى، وبعديها الجون كان فاضي، هو حاول يعملها طويله المدافع اخرجها، وبعدين الكورنر اللي علي معلول لعبه لعبد القادر، وعبد القادر حطها الجون طلعها حلوه قوي. لكن الضغط مش بالقوه والشراسه اللي المفروض يكون في ماتش انت عايز تكسبه وسط 50,000 متفرج. الزياده العدديه داخل ال 18 مش موجوده، قليل. التكمله من ثلاثي وسط الملعب انه يبقوا قريبين قوي للثلاثه المهاجمين وعاملين حزام على 18 في مسافه، يعني تلاقي السلايه في مره او مرتين كمل، بس تلاقي اكرم بعيد، كوكا على استحياء ما بيطلعش يكمل لقدام. دي عامله مشكله شويه، لانه كمان لازم تبقى في استمراريه للهجمه من الثلاثي الوسط، يبقى قافل على الثلاثه اللي قدام، ويخلوا عبد المنعم ورامي ربيعه وهاني ومعلول يزقوا كمان اكتر. الاطراف الى حد ما شغال، يعني علي معلول شغال، ولكن ساعات يعمل واحده كويسه واثنين لا. الناحيه الثانيه برضو عبد القادر لسه مش باين قوي. الناحيه الثانيه هاني وبيرسي
برضو عارف انت اللي هو الهجوم على استحياء يعني. أيوة. في جبهة شغالة بس مش بالكثافة. لكن النقطة المهمة الثلاثة بتوع نص الملعب لازم يبقوا قافلين اكتر من كده على الناس اللي قدام، لازم يبقوا قريبين من ال 18، لازم يعملوا تمريرات فيها خطورة يعني. دي مش واضحة قوي، هي واحدة بس اكرم توفيق عملها كويس اول بيرسي تاو، وبيرسي بس حطها في رجل المدافع. فانا شايف ان ضروري واحد من الثلاثي ده وخاصة كوكا او اكرم توفيق يستبدل ممكن بأفشة او امام عاشور اذا جاز، هيبقى خطر برضو عشان أفشة او امام ممكن يعملوا الاستحواذ، ممكن يعملوا التكملة مع الناس اللي قدام، ممكن يزودونا في التلت الامام. صحيح. لان وسام متساب لوحده جوه ال 18. عايز يقول كل حاجه؟ لا لا عشان وسام ماشي. كابتن عادل رؤيتك الفنيه لاحد الشوط الاول. يعني اللي عيب النادي الاهلي في الشوط الاولاني اربع عناصر. اولا عدم الانتشار الجيد من لعيبه النادي الاهلي، الباص البطيء، تمركز نص الملعب ما مش جيد، ما كانش بيتحركوا كويس، المواقف الثابته ما استغلتهاش، جالك قرار وجالك حاجات كتير ما استغلتهاش. ان اردت ان تستحوذ على المباراه في الوقت الحالي لازم تعمل تغييره سريعه، انك انت لازم تنزل أفشة وتطلع اكرم توفيق عشان تقدر تمتلك الكوره. ثلاث اشياء لازم تعملها: الباص السريع، الانتشار الجيد، الكور الثابته تشتغل عليها، واستغلال اول فرصه تجيلك. النادي الاهلي داخل في مرحله خطا طبعا وشك في الشوط الثاني، لان السيناريو الافضل لاي فرقه جايه متعادله ان يطلع الشوط الاولاني 0-0. صحيح. فيجب انك انت الشوط الثاني تلعب ضاغط ولكن بحذر. صحيح. طيب كابتن بلال، حلول مستر كولر الشوط الثاني لتغيير الشكل الهجومي وانك انت تقدر تجيب جول، لان خلي بالك كمان حتى لو النادي الاهلي جاب جول وما غطاهوش هيبقى الان لحد نهايه المباراه. طيب. لان التعادل الايجابي لا قدر الله هيبقى في صالح اكيد اكيد مازن. اكيد طبعا ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله يا رب تعالى ويسجل هدف وهدفين الشوط الثاني. ولكن عشان تسجل اهداف يا كابتن ايمن لازم يبقى في معطيات في الملعب عشان تقدر تسجل اهداف. الطريقه اللي لعبت بيها دي جربتها في ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشر، طريقه غير صالحه لتسجيل الاهداف في فرقه بتلعب بشكل دفاعي جيد. مازيمبي بيدافعوا كويس، عندهم اطوال، فرقه عندهم سرعات، عندهم قوه. تمام، انت عندك مشكله، مشكلتك الواضحه الرئيسيه او مشكلتين الحقيقه. مشكله في بنايه الهجمه نفسها، انت بتبنيش كويس. ليه ما بتبنيش كويس؟ عشان بتلعب بثلاثه فلات والسوليه هو الوحيد اللي بيكمل في الحته اللي قدام، بس بيكمل على استحياء شويه. دي رقم واحد. رقم اثنين انك انت في 10 عرضيات اتعملوا وبرضه ما زالت بتعتمد على راس حرب واحد في ال 18، ودي مشكله كبيره جدا. بيرسي تاو مش هيقدر يعمل لك الحته دي، احمد عبد القادر مش هيقدر يعمل لك الحته دي، مش هيقدر يكمل يبقى راس حرب تاني. التعليمات ممكن تبقى واضحه ان هم يكملوا كراسين حرب تانيين، تمام، في الكرات العكسيه، ولكن الامكانيات ما تسمحش. فرق كبير جدا بين الاثنين. انا ادي تعليمات للعيب ما عندوش الامكانيات والقدرات انه يقدر يسجل هدف من كره عرضيه، فبالتالي الاهلي عليه ان هو يعمل تغييرتين في الوقت الحالي. ده التغييرتين طلع اثنين من نص ملعب، لازم تلعب براس حربه ثاني، نزل كهربا يلعب براس حربه ثاني، تمام، مع وسام ابو علي، يعني يلعب الشوط الثاني براسين حربه من البدايه. طبعا راسين حربه من البدايه، ويطلع اثنين ميد فيلدرز، يلعب بكوكا، يسيب كوكا يلعب سته هو، ويلعب بمجدي قفشه، يبقى صانع لعب عشان تقدر تمسك الملعب. انت محتاج تحجم الملعب اكتر من كده يا كابتن. انت بتعمل ايه؟ انت بتستلم الكره، تلعب واحده سريعه طويله لعلي معلول يجري بسرعه علي، وتلعب واحده طويله لعبد القادر، تلعب واحده طويله لبرسيتاو. انت مش محتاج تعمل الكلام ده، مش محتاج تحط كل لعيب واحد على واحد في سبرنت طولي، تمام؟ لا، انت محتاج تمسك الكره وتهدى وتخلق مساحه. المساحات اللي هتتخلق بايه؟ تتخلق بالانتشار الجيد في الملعب، تتخلق بالباس والريباس اللي انت ممكن اللي هتشتغل عليه الشوط الثاني، مجدي قفشه يقدر يعمل لك الحته دي. وفي نفس التوقيت انت قلقان من ايه وبتلعب ثلاثه ميد فيلدرز ليه؟ عندك اثنين سنتر باكس وعندك ثلاثه في نص ملعب بيلعبوا على اثنين لعيبه، كتير جدا 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 كتير. الملعب ما يستحملش في ماتش انت ضاغط فيه على فرقه بتلعب على كاونتر اتاك انك تلعب بثلاثه ميد فيلدرز. هم مش فرقه بتمسك كوره، مش ما بيستحوذوش. انت ما بتلعبش هناك، انت بتلعب في ملعبك. انت المفترض انت بتضغط، انت المفترض انت بتستحوذ، انت المفترض انك بتسعى انك تخلق مساحات للتهديد. فالمجازفه مطلوبه الشوط الثاني علشان كده. انت ما عندكش غير كده طبعا. انت مش كمان مش هتجازف اصلا. اللي بيجازف ده بيعمل ايه؟ ان هو مضغوط وبيحاول ان هو مثلا يطلع يلعب الكل في الكل، لكن انت مش مضغوط. انت النهارده فرقه مازيمبي بتعمل ايه في الكوره؟ بيستلم الرايت باك او الليفت باك او السنتر باك، يلعب كوره طويله قوي عشان يحط اللعيب واحد على واحد ويستغل السرعات بتاعته. انت عندك اثنين سنتر باكس مش ما تقريبا ما بيلعبش عليهم حد تقريبا. صحيح. هم بيعتمدوا على الاثنين الوينجرز، تمام، حتى راس الحربه بتاعهم بينزل
شويه نص ملعب، فما عندكش مشكله في الحته دي. ممكن تلعب سنتر باك واحد والتاني ينزل نص ملعب، التاني ينزل نص ملعب يمسك راس الحربه وده يبقى ليبرو، وتلعب بميد فيلدر واحد وتلعب مجدي قفشه وتنزل راس حربه عشان تعمل انتشار جيد في الملعب، عشان تلعب من باص من رجل لرجل، ولما توصل للعرضيات هيبقى عندك ثلاثه في ال 18 فمحتاج تعمل تغييرتين مهمين جدا، تطلع السوليه وتطلع اكرم توفيق وتنزل مجدي قفشه وتنزل كهربا عشان يبقى ليك باع هجومي وتقدر تستغل الكرات العرضيه. غير كده الشوط الثاني بس انت لو ما غيرتش هيبقى الوضع كما هو، الا اذا قدرت تسجل مثلا من كره عرضيه، كره هجمه مرتده سريعه. بقى انت مش هتستنى الكلام، مش هتستنى لازم الكلام تبتدي تغيير من الشوط الثاني مختلفه الشوط الثاني عشان تقدر تستحوذ، وتستحوذ بايجابيه مش تستحوذ بسلبيه. صحيح. عندك تعليق يا كابتن اسامه ولا لا؟ هو بس الضغط لازم يبقى شد من كده، والزياده العدديه داخل ال 18 لانه العدد اللي جوه ال 18 ما يدكش ايحاء ان انت عامل لهم قلق. يعني بيلعبوا براحه شويه. صحيح. فلازم زي ما قلت لك قفشه، واذا ما ابتداش الشوط الثاني مهاجم على الاقل 10 دقائق لازم ينزل مهاجم واثنين زي كهربا زي حسين الشحات لو سليم. صحيح. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.